الاهلي يكتفي بالتعادل بدون اهداف مع المصري بالسلوم في شوط فقير فنيا. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف اراء خبرائنا الكبار في احداث الشوط الاول ان كان في احداث، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي بين الفريقين في شوط يعتبر فقير فنيا. مش مساله فقير، هو شوط مفتوح، بس هو انت بتلعب كوره زي ما يكون فيها اختبارات، اللعيبه بتباصي لبعض، الباص جامد جدا. والملعب مقسوم 3 4 فراوده قاعدين عايزين الكرة الطويلة، بيجبروا الناس اللي جايين من الخلف ان هم يلعبوا كرة طويلة. حتى لو بنفكر ان احنا هنلعب كرة 1 2 3 عشان نبني هجمة او نطلع من نص ملعب زي اي فرقة بتبني اي هجمة وبتطلع على الاطراف او بتعمل ثرو باس او اي حاجة، لا، في فراغات بقت في نص الملعب. سمير محمد محمود بيدافع وبيهاجم وعايز يعمل بلاي ميكر وكل حاجة، واحمد عبد القادر مازال بيبحث عن نفسه في خطف كرة، بناء هجمة، شوطة. الناس كل واحد مفيش، زي ما تحس مفيش زي من زمان احنا كنا كل واحد عارف ايه اللي ليه واللي عليه في الملعب. بنعمل حاجه اسمها اوفرلاب، واحد يخش لجوه والتاني يعمل بره والكره تتلعب له وبعدين تلعب بالعرض، يجي واحد مكمل في هدف في شكل الهجمه. طيب انما الكره بقت اجتهاديه النهارده الشوط الاولاني ده، مع انك بتلعب فرقه انا شايفها احسن من فرق كتير قوي في الدوري الممتاز. الحقيقه لعيبه عندها روح ولعيبه عندها بتجري، وكنت انت بتسالني هيفتحوا الخطوط ولا بيلعبوا 4-5-1 وبيعملوا كونتر اتاك سريع جدا، ولعيبه عندها باك ليفت عايز يكمل الهجمه ويروح وعندهم جرأه رهيبه، ولكن عندهم ثغرات كتير جدا ورا كابتن. فاتحين الملعب مفتوح بالنسبه لك، انت اللي مش عارف تنظم هجمه، انت اللي الكوره بتجي لك قليل التفكير، بطيء، لسه بتفكر حد الباك رايت ادي له الكوره يلعب ولا اشوف واحد ثاني، مفيش تاك تاك تاك، ما عندكش لسه سرعه نقل الهجمه، ما عندكش في كره بتبقى ريسك تلعبها وانت عارف انها رايحه لواحد هو مش موجود في المكان اصلا. محمد شريف انا مش عارف هو بيلعب سنتر فيرود في العمق الهجومي الامامي، ولا بينزل يساعد في نص الملعب، ولا الحاله التبادليه مع حسام حسن مش موجوده ولا ايه. في عدم تنظيم في الشكل بناء الهجمه كله. عشان كده كلمني عن هجمه، جت الهجمه جت من خطا يمكن دفاعي، من حتى الراجل لما اخطا المهاجم بتاعك فضل بالكره مفيش حد معاه. يعني الكره موجوده عندهم هناك وانت فرقتك كلها عند نص الملعب، لسه مفيش واحد طلع عشان يستلم كره بالعرض عشان يحطها جول. فلازم سامي قمصاني يتكلم في حاجات كتير قوي، في ازاي ينظم وقفه اللعيبه في الملعب لما تقف كويس وتبقى الكره الثانيه بتاعتك، نبقى نتكلم الشوط الثاني. طيب كابتن علاء، رايك في احداث الشوط الاول ان كان في احداث؟ ما انت قلت لو كان في احداث، وما فيش احداث. السبب ايه؟ السبب ان انت بتقدم وراء للاسف بلا دوافع. عارف ايمن اللي هو بينزل بتقضي وقت، لكن انت مش باين دوافعك ايه. اولا انت بتلعب فريق بيلعبك جيم مفتوح، ولا بيقفل ولا حاجه خالص، الراجل بيهاجم عليك من صحيح. اول وبيعمل عليك ضغط عالي قوي، مساحات موجوده عادي جدا مفيش مشكله، بس هو المشكله مش فيه هو، يعني المشكله فيك انت. طب لحظه، يعني هو هل في بعض اللعيبه وقع تحت اختبار؟ لا طبعا، اللعيبه كلها اتكلمنا عليها وشرحناها، حتى ناس صغيره كانوا بيتكلم. طيب انا وعادل وكده وكمل قلب بيتكلم. مفيش يا ايمن، بتأدي مباراه وديه روتين بتضيع، عايز تضيع ساعه ونص من غير اي دوافع، نازل يعني. ما انا بقول لك اهو، هو هات لعيب النهارده من لعيبه النادي الاهلي تحس ان هو عنده دافع انه عايز يلعب ويكسب، عايز يلعب ويبقى ليه مكان، اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف، عايز يلعب ويقول انا موجود، عايز يلعب ويقول انا موجود في المكان ده عشان الاساسي بتاعي مش موجود، عايز يقول لو للمدير الفني لو اعتمدت عليا في اي وقت هتلاقيني. مفيش يا ايمن، انت تلاقي الريتم المباراه، ريتم الشوط كله وتيره واحده. جري وباص مقطوع، جري وباص مقطوع، الفرقتين على فكره مساحات موجوده هنا وموجوده هنا. هو كان عنده فرصه خطيره جدا، التسديده اللي سددها وطلعها مصطفى شوبير دي خطر جدا، كانت ممكن يبقى هدف فيك، لكن مصطفى اتعامل معاها بامتياز. لكن انا ما بتكلمش عليه هو، لان هو
الحلقه الاضعف، وده طبيعي على فكره، مش بقلل من الفريق خالص، لكن انا بتكلم عليك انت. زي ما قلنا انت عشان تحسم الشوط ده او تحسم مباراه من بدري تلعب بشخصيتك، تحسم مباراه بدري، تعمل ضغط كويس، يعني زي ما بيقولوا تحتل جنبات الملعب كلها. الملعب ملعب ما فيهوش يعني مش الا حد كبير يا ايمن، ملعبك مش منظم. يعني لو يعني لازم بين الشوطين يبقى ليك شكل، يبقى ليك اداء، خطوطك تبقى واضحه، لكن الكلام ده كنت مفتقده. اعتقد الشوط الثاني لازم يبقى الامور تتاخد بجديه اكتر من كده باذن الله. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه لحد الشوط؟ يعني انا شايف ان موسيماني ممكن يشكرهم، يعني بمعنى ان هو ما حدش بيعمل الكلام اللي انا قلته لك يا كابتن ايمن. دي فرصه انك انت تثبت ان انت لعيب كبير، فرصه انك انت تثبت الفرود يجيب له جون واثنين وثلاثه، تحرج المدرب بتاعك انه لازم يلعبك. فدلوقتي يعني لازم اشكرهم على اللي هم بيعملوه الشوط الاولاني. انا ما شفتش اي جهد في الشوط الاولاني خالص، ان هم يعني اللعيبه عايزه، الدوافع غايبه. انا بتهيألي يعني عشان كده بقول لك غايبه ليه؟ معرفش. ما انا عشان كده بقول لك لازم يشكرهم عليه، يشكرهم، لانه مش هيقدروا لو لعب اي حد عليهم ما حدش يتكلم. انت هي دي الموضوع من الاخر. يعني المباريات اللي زي دي بتعمل انك انت يعني تجيب هدف واثنين وثلاثه بالنسبه للفراوده. الناس اللي عادل معلش هتشتغل، بس انت بتقول له ما فيش دوافع ليه؟ ما هو اللعيب ايمن لو ما عندوش دافع يبقى لازم المدير الفني هو اللي يخلق الدوافع دي. حصلت لنا كتير جدا، واكيد كلنا مرنا فيها، حتى الفرقه كنت بتدربها تحس ان اللعيب ما عندوش دافع. انا بقى دوري انا كابتن. انا طبعا ما هو احيانا انا كابتن. هو مين اللي حط الفرقه دي النهارده؟ اكيد سريع بس سهل. بيقول لموسيماني بيشكرهم لا هو عادي بيتكلم النقطه دي. انا فاهم، انا عارف عادي بيتكلم فيها، انا عارف، بس انا عايز اعرف. لا اللي هو بيشكرهم على ايه؟ ان هم ما جاهدوش. يعني مش هو اللي حطت الفرقه دي النهارده؟ ولو حطيته اي فرقه، اي حد، اي حد من الاثنين. يعني هو مسؤول لسه ما زال، بس عشان الناس تفهم. ايوه عشان الناس تفهم ان هو برضه هو اللي مسؤول. بص يا كابتن انا موافقك، لكن انا بكلمك في نقطه ثانيه. انا بتكلم في نقطه مهمه جدا. احيانا الصراع على المركز ده حاجه مهمه جدا طبعا. المباريات اللي زي دي انا مش هقدر العب مباريات دوري. يعني مثلا بالنسبه لكريم فؤاد، انت مش تلعب دوري، انت اللي بيلعب دلوقتي محمد هاني. فمحمد هاني دخل لجوه، فانا عاوز اقول لموسيماني ما تطلعنيش من المكان ده تاني. بمباراه زي النهارده لازم انا ادوس، مباراه زي النهارده محمود وحيد بمباراه زي النهارده. يعني يعني انا اقدر اقول لك عبد القادر مثلا بيلعب اساسي شويه وبيطلع وكده ماشي، لكن حتى الاولاد الصغيرين زياد طارق ومحمد محمود ونبيل كوكا. بس محمد محمود يعني ده لي مشكله خاصه، لكن انا بتكلم على نبيل كوكا والناس دي. لازم دي فرصتهم، لازم الانطلاقه تبقى هنا. فافتكر الشوط الثاني لازم اللعيبه تخاف من المفاجات. طيب حلول الشوط الثاني من وجهه نظر الكابتن بلال؟ لا بس انا هعقب على كلمه كابتن عادل اللي بيقول الموسيماني لازم يشكر اللعيبه. اللعيبه لازم تاخد دش ما بين الشوطين، ودش سخن جدا جدا جدا. تمام، فين الامكانيات وفين القدرات وفين الدوافع؟ انا قلت يشكر. ايوه 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 فاهم يا كابتن طبعا. على ان وجهه نظره صح. فاهم ايوه من الاخر. تمام ايوه من الاخر. انا النهارده لما يكون عندي انا اسف 20 لعيب او 30 لعيب تمام، ويجي يجي لي ماتش ماتشات يبقى فيها مثلا الثلاثه مصابين زي حمدي فتحي والسوليه وقالي ديانجا، وادور على حد ما لاقيهوش، يبقى اللي ما لاقيهوش ده ما ينفعش. لو ما كانش ما لاقيهوش في الملعب لما يلعب، مش ما لاقيهوش يعني مش موجود. ايوه تمام. لما يجي يلعب وما يبقاش ما يدينيش الدور الطبيعي بتاعي لا يبقى ملوش قيمه بالنسبه لي انا كمدير فني. يعني في حاجه اسمها جاهزيه الماتشات، لكن لو حتى لمده ثلث ساعه او 25 دقيقه لازم تلعبهم بشكل كويس. صح، ما ينفعش ان انت النهارده ما تقسمش المجهود بتاعك على 90 دقيقه وتقول انا مطالب ان العب 90. لا انت مش مطالب تلعب 90 دقيقه، انت مطالب تلعب 30 دقيقه، مطالب تلعب 40 دقيقه، 45 دقيقه، شوط واحد. انت بتلعب في النادي الاهلي تمام. يعني ايه بتلعب في النادي؟ انت بتلعب باسم نادي كبير. اللي بيحصل في الملعب ده النهار يعني انتوا كباتن معلش يعني اتكلمتوا بذوق وباخلاق وبلطف كده والفنيات والدوافع. لا الكلام ده مش صح. النهارده شريف وحسام حسن ايه اللي بيتعمل في الملعب؟ مفيش حاجه بتتعمل في الملعب النهارده خالص. لما يجي لك فرصه 2 3 في ماتش زي ده ما تجيبش جول وما تصنعش جول، لا يبقى انت غلطان، يبقى انت لازم المدير الفني كمان يدوس عليك. تمام، اللي بيحصل في الملعب ده انا اسف يعني ده تهريج. تمام، انت بتلعب باسم النادي الاهلي حبيبي، ما بتلعبش ماتش، ما بتلعبش كده باسم نادي درجه ثانيه. يعني المفروض الماتش ده انا شايف الماتش ايكوال، هو ممكن يجيب وانت ممكن تجيب. الكلام ده ما ينفعش يا جماعه، يا عيب يعني ما يصحش. يعني الاسماء اللي موجوده في الملعب دي اسماء منتخب مصر،
رامي ربيعه ومحمد هاني ومحمود وحيد وكريم فؤاد وعبد القادر تمام وحسام حسن ومحمد شريف اسماء منتخب مصر يا كابتن. صحيح صحيح. عموما نتمنى تغيير الصوره الشوط الثاني ان شاء الله، كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني تحقيق الفوز. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظروا.